تريدون الرزق في الدنيا، تريدون الفرج، تريدون سعادة الدنيا والآخرة بالاستغفار. حتى آخر الليل أهل التقوى يستغلون قبيل الفجر بالاستغفار، هذه من أوقات الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين الذين يستغفرون بالأسحار؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يصلي قيام ليل، بعد قيام الليل قبل الفجر يرتاح، يجلس، يستغفر الله عز وجل. نعم، هذه من أوقات الفضيلة التي يستغلها العبد بالاستغفار. لقمان الحكيم كان كثير النصيحة لابنه. من نصائحه قال: يا بني عود لسانك الاستغفار، خلك دائما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن لله ساعات يستجيب فيها لعباده. يعني راح يوافق يوم من الأيام ساعة يستجيب الله لك فيها فيغفر الله لك ذنبك. الإمام أحمد خرج في قرية من القرى مسافر، دخل إلى تلك القرية، ما عنده أحد يضيفه، ما يعرف أحد، وأهل القرية ما يعرفونه مع أن إمام أهل السنة. دخل مسجد ينام فيه، جاء حارس المسجد طرده، قال: ممنوع. قال: دعني أنام ساعة. قال له: ممنوع ممنوع، لازم تخرج. فطرد الإمام أحمد وجلس عند عتبة المسجد. ما قال له أنا الإمام أحمد، لو قال له لأدخله، لكن الإمام أحمد لا يفتخر بنفسه، رجل متواضع، وضعه عند عتبة المسجد. جاءه حارس المسجد دفعه، قال: أنا خارج المسجد. قال: أخرج. طرده حتى أوصله إلى قارعة الطريق، سمعه من خباز يخبز بالليل علشان يعجن والفجر يبيع الناس الخبز. نظر إليه أدخله، قال: يا شيخ تعال تعال أدخل. ما يعرفه، أدخله المخبز من البرد وجلسه عنده. خباز يعجن، مع كل عجنة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تعجب الإمام أحمد، قال: يا فلان، منذ متى وأنت على هذه الحال استغفار؟ قال: منذ زمن. قال: أو أعطاك الله شيئا؟ حنا نعرف أن الاستغفار يأتي بالنعم والخير. قال: ما سألت ربي سؤالا إلا أعطاني إياه، كل سؤال كل طلب إلا طلب واحد. قال: ما هو؟ قال: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ما رأيته حتى الآن. قال: أبشر، قد جرني إليك الله جرا، أنا الإمام أحمد بن حنبل، استغفر الله استغفارا كثيرا.